امبارح وزارة المالية أعلنت عن التوسع في مبادرة إحلال المركبات، وده كان بالتزامن مع قمة المناخ اللي تنعقد الشهر القادم بإذن الله في شرم الشيخ. واللي بيحصل هو زيادة عدد المستفيدين من هذه المبادرة وتعظيم جهود التحول الأخضر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقدمة بوزارة المالية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكم يا فندم. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي جديد في مبادرة إحلال السيارات، يمكن احنا بقينا فترة في هذه المبادرة، ايه اللي بتقدمه المبادرة جديد يتزامن مع يعني الكوب 27؟ يعني نقدر نقول ان احنا المبادرة منذ اطلاقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2021، ونحن نتعامل على الموقع الإلكتروني المتخصص للمبادرة واللي المواطنين بيقدموا طلباتهم عليه. نحن نتعامل الآن مع حوالي 40,000 طلب مع مواطنين انطبقت عليهم الشروط العامة. 40,000 طلب جديد منذ بداية المبادرة، ويمكن نقول أن المبادرة أطلقت في يناير 2021، ولكن كان التعامل الرسمي مع المبادرة بعد مارس 2021. ومنذ ذلك التاريخ نحن نتعامل مع هذه الطلبات. الـ40,000 هم من انطبقت عليهم الشروط العامة وطلباتهم صحيحة، وبالتالي بيستمروا في إنهاء الإجراءات الخاصة بهم لحين استلامهم سياراتهم الجديدة. يعني نقدر نقول بداية الشروط العامة إن المتقدم يكون مواطن مصري يمتلك سيارة قديمة مر على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر، ومن ثم يستطيع عبر بيانات الرقم القومي الخاصة به وبيانات رخصة السيارة أنه يتقدم على الموقع الإلكتروني ويستكمل باقي الإجراءات في اختيار سيارته الجديدة إن شاء الله. نعم دكتور طارق، خليني أسأل حضرتك، لأن حسب معلوماتي التقديم دايما بيكون من خلال الموقع الإلكتروني. إيه اللي حصل في الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، وهل في تعديلات تمت عليه؟ بالفعل الموقع الإلكتروني منذ انطلاقه مع بداية المبادرة كما ذكرنا، وهناك دائما تحديثات على الموقع. نتيجة التحديثات أن أي مقترحات من المواطنين أو أي معوقات بتقابلهم، إدارة المبادرة بتدرس هذه المقترحات وهذه المعوقات، وبالتالي بتعمل على تذليلها. من هذه التحديثات الأخيرة أن احنا وضع نظام حسابي على الموقع الإلكتروني حاليا. عبر هذا النظام يستطيع المواطن احتساب كل ما يتعلق بأموره الخاصة بسيارته الجديدة، من ناحية الأقساط، كعدد أقساط، كقيمة أقساط، الفايدة، الكلام ده، الفايدة، كل ما يتعلق بذلك. وبالتالي المواطن كان بيجد بعض المعوقات عند ذهابه إلى البنك للتعامل في هذا الإطار، أنه هو المواطن بطبيعته العادية بيحتسب بطريقة ما، بينما هناك طريقة حسابية أخرى داخل البنوك، وكان يعني في بعض. واحنا عدد البنوك اللي مشاركة معنا قد ايه؟ الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي بيشارك بحوالي 31 بنك من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، سواء بنوك عامة أو بنوك خاصة متوزعة على المحافظات، على مستوى المحافظات كلها. نعم. عدد المحافظات بقى المشاركة في المبادرة، وهل تم دخول محافظات جديدة؟ احنا بدأنا المبادرة منذ انطلاقها في يناير 2021 كما ذكرنا مع 7 محافظات، اللي هم القاهرة والجيزة والأليوبية والأسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد. هذه المحافظات كانت لديها البنية الأساسية في المبادرة، بمعنى ان كان لديها أماكن محطات تموين الغاز الطبيعي متوفرة، فيها أماكن تجميع للسيارات القديمة اللي هي بنطلق عليها ساحات التخريض، وبالتالي شاركت مع بداية المبادرة. ولكن هناك تكليفات رئاسية دائمة بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة للمحافظات، وبالتالي بالفعل الجهات المعنية بتقوم بإعمال دورها في تجهيز باقي المحافظات. وبالفعل أعلن منذ ربما شهر مايو الماضي عن مشاركة محافظتي الأقصر وأسوان، وهذه الأيام بالفعل تم إتاحة المشاركة لمواطنيهم عبر الموقع الإلكتروني. وإن شاء الله احنا بنتكلم في كم محافظة كده يا دكتور؟ احنا 9 محافظات بالإضافة إلى اشتراك أيضا مدينة شرم الشيخ، ومدينة شرم الشيخ هي نواة داخل محافظة جنوب سيناء، ولكن احنا مدينة شرم الشيخ أولا مشاركتها تأتي تزامنا مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر القادم، وأيضا لأن مدينة شرم الشيخ من المدن
التي أعلن عنها مسبقا أنها مدينة خضراء، وبالتالي نحن نعمل الآن على التحول إلى الأخضر بالضبط. فبالتالي شركة مدينة شرم الشيخ، ولكن بنطمن مواطنين أيضا أن هناك بالفعل تجهيزات في محافظات أخرى وسوف يعلن عن بعضها قريبا إن شاء الله. طيب الميكروباص داخل ضمن المبادرة يا دكتور ولا لا؟ المبادرة بتحتوي على جميع أنواع السيارات، الملاكي والأجرة بنوعيه، التاكسي والميكروباص. وبرضو بنقول أن يعني ربما الأسبوع الماضي أعلن عن دخول أحد الميكروباصات الجديدة، ماركة جديدة من ضمن الميكروباصات اللي المواطنين كانوا بيطالبوا بمشاركتها في المبادرة. نعم دكتور طارق، يعني في حديث حضرتك فيما يخص الموقع الإلكتروني قلت أن دايما التحديثات بتتم استجابة لمتلقي الخدمة، عاوزين نعرف إيه أبرز التذليلات اللي تمت، يعني تذليل عقبات أمام المستفيدين، إزاي تم تذليل هذه العقبات وإيه أبرزها؟ كان بعض العقبات كانت بتقابل أحدها، مثلا موضوع الورثة، كان هناك إذا ورث بعض الأسر سيارة عن متوفي في الأسرة فكان انتقال السيارة إلى الورثة بيعتبر انتقال جديد، ملكية جديدة، وبالتالي كان هناك شرط للسيارات الملاكية التي تشارك في المبادرة إن المواطن اللي يمتلك السيارة لابد أن يكون مر على تاريخ ملكيته ليها سنتين على الأقل، فكان الورثة بيعاملوا بهذه المعاملة. ولكن أيضا مع طلبات المواطنين إدارة المبادرة درست هذا الموضوع، وبالتالي أتيح أو تم إزالة هذا الشرط من الورثة وأتيح اشتراكهم في المبادرة بالسيارة القديمة من تاريخ ملكية المتوفي لها، وبالتالي أصبح عدد كبير من الأسر التي تمتلك سيارات عن المتوفين بيشاركوا في المبادرة الآن. أيضا المبادرة أتاحت للمواطنين أنه يقدر أنه هو يحصل على نسخة من المستندات اللي هو بيطلعها على الموقع الإلكتروني أو الموافقات اللي بياخدها، ويستطيع أنه هو أيضا يصورها ويحتفظ بها لكي يستعين بها في أي إجراء قادم في المبادرة. طيب المستفيد من المبادرة يا دكتور هل ليه الحق بأنه يفاضل ما بين أنواع معينة من السيارات داخل المبادرة؟ الموقع الإلكتروني بيتيح للمواطن العديد من الاختيارات. أولا بالنسبة للسيارات معلن على الموقع الإلكتروني جميع أنواع السيارات سواء الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص، جميع الماركات المشاركة بطرازاتها وبأشكالها وبألوانها. يستطيع المواطن أن يختار الماركة اللي عايزها، الطراز اللي عايزه، حتى اللون يستطيع أنه يختاره. هذا بالإضافة لأيضا أن المواطن يستطيع أن يختار البنك الذي يرغب في اللجوء إليه لسداد كامل ثمن السيارة له عبر قرض مخفض جدا، وهذا القرض بفائدة ثابتة 3%. يستطيع المواطن أن يختار أي بنك يتناسب مع أولا تعاملاته أو يكون قريب له من السكن أو العمل. نعم دكتور، يمكن خلينا نتكلم على أرض الواقع. في بعض المعارض ما فيهاش عربيات بسبب يمكن مشكلة رئيسية وهي نقص سلاسل الإمداد والتوريد، وهي المشكلة الكبيرة اللي حصلت في المايكرو شيبس لكبرى المصانع يعني في الدول الاقتصادية الكبرى. هل ده بيأثر على عدد السيارات اللي موجودة في هذه المبادرة ولا في اكتفاء موجود؟ خلينا نقول ان المبادرة هي جزء من السوق المحلي، والسوق المحلي ايضا جزء من السوق العالمي، لان السيارات اللي بتشارك في المبادرة هي ماركات عالمية صحيح، وتخضع لشركات ام في الخارج ولكنها تنتج داخل جمهورية مصر العربية، وبالتالي نحن نتأثر بأي عوامل مؤثرة في السوق العالمي والسوق المحلي داخل المبادرة. ولكن احنا بنطمن المواطنين ايضا ان الشركات المشاركة في المبادرة بالفعل بتبذل قصارى جهدها لتوفير العدد المناسب من السيارات للمواطنين المتقدمين، ويمكن ده يظهر في الاعداد السيارات التي تم تسليمها حتى الان. نحن سلمنا حوالي 23,700 سيارة جديدة للمواطنين المشاركين في المبادرة. طيب عايز أسأل حضرتك كمان عن الحافز الأخضر، قيمة هذا الحافز وكل المستفيدين يقدروا يستفيدوا منه؟ نقول الأول يعني الحافز الأخضر عشان ربما برضو المواطن ما يعرفش يعني الحافز الأخضر. الحافز الأخضر هو
مقدم الحكومة بتسدده نيابة عن المواطن، الحكومة ممثلة في وزارة المالية. هذا الحافز بيسدد كمقدم للسيارة الجديدة، بيسدد مباشرة إلى شركة السيارات وبيتم استنزاله من الثمن الأساسي للسيارة. والحكومة قدرت مع بداية المبادرة مبلغ حوالي 7.1 مليار جنيه كحافز أخضر للمرحلة الأولى من المبادرة، والمقدر لها 3 سنوات. نحن الآن قد يعني مع ربما مع نهاية سبتمبر الماضي تم صرف حوالي 570 مليون جنيه في هذا الإطار، سددت بالفعل للشركات نيابة عن المواطنين كمقدم للسيارات في خاصة بسياراتهم الجديدة. نعم. طيب دكتور، يمكن السادة المشاهدين اللي بيتابعونا الآن عندهم فضول، اللي هم عاوزين يعرفوا الإجراءات، الشروط، الفترة الزمنية من تقديم الأوراق لاستلام السيارات. يعني نقول الشروط العامة يمكن ذكرنا بعضها في البداية، أما أن يكون المواطن مصري، أن يكون السن المشترك في حالة التقسيط ما بين سن 21 سنة إلى 65 سنة، ولكن ما فوق 65 سنة يستطيع المشاركة في نظام الكاش. الأمر الثاني أن المشارك لابد أن يشارك بسيارة قديمة مر على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر، دي الشرطين الأساسيين أو الشروط العامة. لكن نيجي نأتي بقى للمميزات اللي المواطن بيحصل عليها داخل المبادرة. أولا أن هناك المواطن بيجد أن هناك تخفيض في أسعار السيارات. هذا التخفيض بنحصل عليه مباشرة من الشركات المنتجة للسيارات، لأن المبادرة بتتعامل مع الشركة المنتجة مباشرة دون وسيط، يعني مفيش تاجر، مفيش موزع، مفيش وكيل. صحيح. وبالتالي نحن نحصل على تخفيضات، ربما هذه التخفيضات متفاوتة من ماركة إلى أخرى، ولكن هناك تخفيض في السعر الرئيسي، يعني مفيش وسيط في النص أو سمسار. بالظبط. الأمر الثاني كما ذكرنا أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي بيتيح سداد كامل ثمن السيارة للمواطن عبر قرض من البنوك. هذا القرض له فائدة مخفضة جدا قدرها 3%. هذه الفائدة ثابتة وموزعة على عدد الأقساط. الأمر الثاني الثالث أن المبادرة بتتيح للمواطن أكبر عدد من الأقساط غير موجود خارج المبادرة، إما 7 سنوات أو 10 سنوات. المواطن حسب قدراته المالية بيختار ما يناسبه. الأمر الرابع أن المبادرة بتتيح وثيقتي تأمين، أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن. هذه الوثائق أيضا مخفضة الثمن حوالي 50% عن سعرها خارج المبادرة. الأمر الأخير أن المبادرة بتتيح للمواطن استلام سيارته محملة باسطوانة الغاز الطبيعي دون تحمله أي أعباء مالية في هذا الأمر. كل هذه المميزات والتسهيلات بالإضافة للحفز الأخضر اللي احنا ذكرناه بتعطي للمواطن ميزات عديدة، بيجد أن هناك فرق فعلا في السعر داخل المبادرة عنه خارج المبادرة. طيب العربيات القديمة بنعمل فيها إيه؟ العربيات القديمة مجرد استلامها داخل المبادرة بتسلم في أماكن تجميع السيارات القديمة، وهو ما يطلق عليه ساحات التخريد. وعبر إحدى الشركات المصرية أيضا بتتولى تكهين أو تخريد هذه السيارات، بمعنى أن بيتم تقطيعها إلى أجزاء معدنية ومطاطية وزجاجية، وبيتم صهر وطحن هذه الأجزاء لضمان التخلص التام من هذه السيارات وعدم عودتها مرة أخرى إلى الشارع المصري سواء كاملة أو قطع غيار. نعم. طيب فترة بقى تسليم الأوراق حتى تسلم السيارة الجديدة. هذا يعني هذا الأمر بيتوقف على عنصرين. العنصر الأول على المواطن نفسه، وهو أنه عملية إنهاء للإجراءات. التوقيتات اللي بياخدها المواطن في إنهاء الإجراءات بتحدد المدة اللي هو يقدر يستطيع أنه يعني يستمر عليها على الموقع الإلكتروني لإنهاء هذه الإجراءات. لأن بعض المواطنين قد يأخذ بعض الوقت في اختياراته، قد يأخذ بعض الوقت في توفير المستندات المطلوبة منه. والعنصر الثاني هو يعني نقول الطاقة الإنتاجية للشركات، لأن هناك بعض الشركات عليها ضغوط وأعداد كبيرة عن شركات أخرى، وبالتالي بيكون عليها قوائم انتظار إلى حد ما، خاصة في ظل المعوقات اللي احنا بنشهدها في سوق السيارات سواء السوق العالمي أو السوق المحلي. وبالتالي
المدة بتتحدد طبقا لهذه العنصرين، ولكن بنقدر نقول متوسط تقريبا نطمن يعني المواطنين ان ربما في مدة من 3 إلى 6 أشهر يكون المواطن مستلم سيارته الجديدة. طيب رسالتك لعربيته عدى عليها 20 سنة وما اشتركش في المبادرة. ده طبعا أمر خارج المبادرة، ان ده أمر يخص المرور، فهو العربية مستمرة في الشارع المصري بتخضع للتراخيص والإجراءات المرورية العادية، لكن احنا بنقول ان المبادرة بتشترط 20 سنة كنقطة نظام اولا، وثانيا لان ده بيتعلق في الامور المرورية بالتاكسي والميكروباص بالذات، ان هو قانون المرور بيحتم عليهم صحيح عمل احلال لسياراتهم بعد مرور 20 سنة على تاريخ صناعة سواء في المبادرة او خارج المبادرة. نعم، لكن دكتور احنا يمكن امام تغيرات اقتصادية عالمية، من ارتفاع سعر المحروقات تحديدا البنزين يعني المتغيرات الأخرى، شايف إزاي أو النصيحة اللي تقدر تقولها للشخص اللي بيمتلك سيارة عدى عليها 20 سنة زي ما قالت زميلتي العزيزة هدير وما تحولش أو لم يندرج تحت هذه مظلة هذه المبادرة، ونقدر نقول له هتوفر قد إيه عن سيارة تعمل بالوقود وسيارة تعمل بالغاز الطبيعي؟ يعني نقدر نقول أولا إن النهاردة الحمد لله مصر ابتشت طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة الاكتشافات البترولية الأخيرة، وده الحمد لله بيوفر لنا هذا الاستخدام. صحيح. نقدر نقول أيضا إن المواطن اللي يعني مش عايز يشارك في المبادرة، هناك مبادرات أخرى خارج المبادرة تتبناها بعض الجهات زي وزارة البترول، وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية. هذا الأمر يتعلق بتغيير السيارة من العمل بنظام البنزين إلى العمل بنظام الغاز الطبيعي، ولكن احنا بنقول إن مهم جدا إن المواطن يلجأ لهذا الأمر، استخدام الطاقة الخضراء الغاز الطبيعي، لأن هذا الأمر بيساعد أولا على إنه يحافظ على سيارته، يحافظ على صحته وأسرته العامة. أيضا إن الغاز الطبيعي استخدامه بيوفر حوالي 60% مما ينفقه المواطن على أي نوع آخر من الوقود، وبالتالي ده اقتصاديا هيساعده في أموره الحياتية، خاصة الذين يمتهنون مهنة القيادة كسائق التاكسي والميكروباص. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات المتقدمة بوزارة المالية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهارده.